حسنا أيها الطلاب، حان وقت الخضوع لاختبار. سأجمع أي أوراق أعددتموها للغش. حسنا سلمني إياها، لا تحاول تكبد العناء لإخفائها. حسنا لا بأس، ها هي المعلمة قادمة في هذا الاتجاه. أعلم ما ينبغي علي فعله، أحتاج إلى إخفاء قصاصة الغش خاصتي. سأستخدم قرطي لفتح هذا المكان في هاتفي. لدي قصاصة الغش هذه مكتوب عليها المعادلات، سأطويها إلى حجم أصغر، والآن يمكنني وضعها في هاتفي مجدداً. حسناً، والآن أنا مستعدة لإنهاء هذا الاختبار وهاتفي معي. حسناً، أعطيني هاتفك، أحتاج إلى فحصه. يبدو أنك لا تحملين شيئاً مريباً. حسناً، يبدو أنها قد رحلت، والآن يمكنني فتح هاتفي مجدداً. هيهي، أنا ذكية، والآن لدي قصاصة غش يمكنني استخدامها. التنظيف بجدية. حسناً، حان وقت تفقد الأرض، نظيفة تماماً كما ظننت، لكن ما زال هناك الكثير لفعله. علي الانتهاء من هذا الواجب المدرسي. أوه، لقد انكسر قلمي الرصاص. لدي مبرات لحسن حظي، إنها تصدر الكثير من الغبار. هتشو، ماذا؟ ليس في مناوبتي. لقد كان حادثاً، أقسم بذلك. لقد جمعتها، هل ترين؟ أوه، كان ذلك مخيفاً. أوه، لدي فكرة، لكني أحتاج زجاجة فارغة. حسناً، لنبدع. سأبدأ بإزالة غطاء الزجاجة، ثم سأثقب ثغرة فيه، ثم سأقلب الغطاء تالياً، وسأضع الغراء حول أطراف الثقب. ينبغي أن يكفي هذا، سألصق المبراة على غطاء الزجاجة، وفور جفافها سأعيد غلق الزجاجة مجدداً. هذا ما أحتاج إليه تماماً، والآن ستجمع الزجاجة أي بقايا، ولن يكون هناك المزيد من الفوضى. إنني أراقبك، لا يوجد داعي للقلق، كل شيء في الزجاجة، سينجح ذلك الصبي في حياة. أوه، أهلاً، انظري ماذا أحضرت معي. جرو، واو، هل يمكنني اللعب معه؟ طبعا، اسمه كنفوش. اسم على مسمى، كمان تضريب. أجل، مرحبا. أهلا، كمان جميلة. ماذا؟ ابتعدي. لا، سأدفع لك هذا المبلغ. لا، لا يمكنك شرائي بالمال. حسنا. أوه، هذا الجرو ظريف. هذا ظلم، من تظن نفسها؟ أشعر بغضب كبير، صببت غضبي على لوح الشوكولاتة. هل تريدين حملة؟ أجل، لدي فكرة للانتقام منها. يبدو سأقص طرف غلاف لوح الشوكولاتة، ثم سأعصرها على الدفتر. هكذا. هذا الكلب لطيف. يا للهول، هذا الكلب فظيع. هذا مقزز. نجحت، سأبعد الدفتر. لقد عدت حبيبي كنفوش. قد حجزت طاولة لنا هنا يا جينيفر. كيفك إن كنت متحمسة للغداء مثلي؟ طلبت لك برجرك المفضل. أوه، لا تنظري الآن يا جينيفر، هناك شاب وسيم يسير خلفك. ماذا؟ وسيم؟ أين؟ إيفا، إنه ليس وسيما فحسب، بل أنيقا أيضا. أوه، لقد جلس أمامنا. يا إلهي، قد تكون هذه فرصتي، كيف أبدو؟ ستبدين رائعة بعد أن تنتهين من مضغ طعامك. انظري، إنه يقرأ كتابا، لابد أنه ذكي أيضا. أظن أني قد أفقد الوعي حرفيا، لا يوجد طعام على وجهي، صحيح؟ نعم، تبدين رائعة. هذا مشوق. مرحبا. مرحبا. تمام، حان وقت أخذ الخطوة التالية. أهلاً مرة أخرى. واو، هل أصبح المكان حاراً؟ فك المزيد من الأزرار من فضلك. يا ويلي، كان كل شيء يسير كما خططت، حتى أفسدت هذه اللحظة بحبة بطاطس مقلية وكاتشب. لا تبكي، يمكنني حل المشكلة. مزيل المكياج، أنت محقة، أنا أحتاجه. سأضع القليل على هذه المسحة القطنية وأزيل مكياجي الذي أفسدته دموعي. كلا، لم أقصد عينيك. يمكن أن يساعد مزيل المكياج في حل مشكلة البقع. أعيديه لي وسأريك. سنستخدم هذه العبوة. أولاً يجب أن أزيل الغطاء، ثم سأضع العبوة تحت قميصك بحيث تصبح الفتحة تحت البقعة مباشرة. سأعيد الغطاء إلى القارورة، ثم سأرجها قليلاً. لن يستغرق الأمر وقتاً طويلاً. ويا للروعة،
اختفت البقعة. أترين؟ حللت مشكلتك بمزيل المكياج. لا سحر ولا شعوذة. حان وقت العودة إلى المعاكسة. يجب أن أمسح وجهي. جميل، ينهض الشاب من طاولته. إنها فرصتك. مرحبا. لقد تجاهلني تماما. لا، سيجلس هناك مع تلك الفتاة؟ لابد أنه كان يغازلها طوال ذلك الوقت. غير مضحك، ظننت أن المشاعر متبادلة. غير، سيحل مثبت الشعر المشكلة. ماذا؟ اختبار العلوم اليوم؟ كيف نسيت؟ سأحاول أن أدرس على عجلة. لم أفتح هذا الكتاب منذ دهر. يا له من غبار كثير. لن أتذكر أي شيء من هذه المعلومات. يبدو أن الرسوم قدري. هذا اليوم سيء من جميع النواحي. يا ويلي، لحظة، هل يمكنني الكتابة على جلدي؟ لقد خطرت لي فكرة ذكية. يمكنني مجرد كتابة الإجابات على ركبتي. إنها أفضل ورقة غش استخدمتها على الإطلاق. لست مضطرة أبداً لحفظ المعادلات الصعبة. يا لها من طريقة رائعة للاستفادة من جلدك يا ماديسون. ولضمان عدم تلطخ الحبر، سأستخدم مثبت الشعر. ممتاز، أنا مستعدة تماماً للاختبار. إنها الجريمة المثالية. وعندما لا تنظر المعلمة، سألقي نظرة سريعة على ركبتي. أجمل صباح الاختبار. توقفي، هل الإجابات مخبأة في الدفتر؟ كيف كشفني؟ ودعا عن أيتها الإجابات العزيزة. كم مرة علي أن أخبرك؟ استمتعي، هؤلاء الطلبة لا يتعلمون أبداً. صباح الخير. دفتري؟ لا يوجد شيء بداخله. أحسنت يا لالي، ابدأي اختبارك. أنا ضائعة بدون أوراق الغش. كل شيء جيد حتى الآن. يبدو أن الأستاذ لم ينظر جيدا لأنه لم يكشف ورقة الغش هذا. ماذا؟ متى لم تخطر لي هذه الفكرة؟ مسطرتي عديمة الفائدة. لالي بنت، هل يمكنني رؤيتها؟ ما عليك سوى رفع الغطاء. ستحتاجين إلى مسطرتين لهذه الحيلة. أحضر ورقة الغش وضع شريطا لاصقا مزدوج الغش. أزل الغلاف عنه حتى يلتصق على المسطرة. تأكد من أن منتصف الورقة يطابق منتصف المسطرتين. شكراً. انتهيت يا أستاذ. أكره النمل. ما هذا؟ المنبه. حان وقت الاستيقاظ. أين هاتفي؟ حسناً، سأطفئ المنبه. ماذا؟ أين هاتفي؟ ها هو تحت اللحاف. الاستيقاظ صعب. هاتفي ضائع مرة أخرى. ماذا؟ كيف وصل إلى شعري؟ لا يمكنني العثور على هاتفي كل صباح. ماذا لو جعلته يبقى هنا؟ يمكنني فعل ذلك. حان وقت استخدام قلمي ثلاثي الأبعاد. سأبدأ بهذه الخطوط. سأواصل رسمها ذهابا وإيابا. هكذا صنعت شبكة تبدو مثل الوافل. حان وقت اللون التالي. سأصنع نفس الشكل لكن بحجم أصغر. انتهيت من هذه القطعة. حان دور لون آخر. هذه القطعة أصغر. سأبدأ تجميعها معا. هذه كل القطع. حان وقت تجربة هذا الحامل. يمكنني تعليقه بسهولة على السرير ووضع الهاتف داخله. حل يوم جديد وهاتفي في مكانه.
نحن ذا. حسناً أيها الطلاب، أليس هذا المسحوق الجديد هو الأفضل تماماً؟ إن تأثيره يدوم طوال اليوم. هيا لنلتقط صورة ذاتية معاً. إنهما لا ينتبهان إلي حتى. أهم هسي شيرل، لقد طفح الكيل، سأفصلكما عن بعضكما الآن. كلا، لا أريدك أن تبتعدي. سأفتقدك كثيراً يا شيرل. نحن مقربتان جداً وفي الوقت نفسه بعيدتان جداً عن بعضنا. هذا الصف للتعلم. هذا ما الأمر؟ يمكننا استخدام هواتفنا والتحدث معا هكذا. أوه حسناً، هذه فكرة ذكية جداً. دعيني أخرج هاتفي. توقفي عما تفعلين. هل تظنين أنني ساذجة؟ أنت ممنوعة من استخدام الهاتف، وأنت كذلك سأخذه معي. يمكنكما استعادة هواتفكما بعد الصف. سأكور هذه الورقة. شيرل هذه لك. أوه كلا، لقد هبطت على بعد كبير جداً. هل رأت أي شيء؟ أوه يبدو أنها منشغلة بقراءة كتابها. شو، لقد حالفنا الحظ. أحتاج إلى تجربة شيء آخر الآن. لدي هذا الكوب البلاستيكي، سأقلبه رأساً على عقب وسأقطع القاع، ثم سأحتاج إلى بالون. سأقص نهاية البالون هكذا. الآن يمكنني فتح البالون ووضعه على الكوب. ممتاز، والآن أنا مستعدة لتجربة مدفع رسائل الصغير خاصاتي. سأضع رسالة داخله وسأسحب البالون إلى الخلف ثم أتركه من يدي. هاو، هل هذه رسالة لي؟ كيف حالك؟ هاو، لقد أرسلت رسالة لي وحدي. أجل، لقد نجح الأمر. أعتقد أن هذه رسالة برد منها. أراك عند مكتب المدير. أعلم كيف أصنع مدفع رسائل أيضا. أحتاج إلى تدبيس هذه الأوراق وسأكون قد انتهيت من واجبي. هذا ممتع في الواقع. ها؟ لابد أنها عالقة. أوبس، كلا، قد تكون هذه مشكلة. ها أنا ذا، انتهيت، والآن يمكنني الاسترخاء. دبابيس غبية. سيكون هذا مؤلماً. أو كلا، هذا مسرح جريمة الآن، ابقي بعيدة. حسناً، ممنوع دخول الصحافة، اخرجوا من هنا. ديفيد! لا 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 لا، أو أجل. ديفيد! يا له من كوب قهوة جيد. أمل أن ينجح هذا. من أين أتت هذا؟ بها رسالة، استغاثة. أتساءل ما الخطب؟ ما هذا؟ ماذا؟ دبابيس؟ ستحل علبة سماعاتي هذه المشكلة، ستلتقط كل الدبابيس. هكذا تماما، أعتقد أنني التقطتها كلها. شكرا لك. كم أحب هذه الأغنية. جديدا وحبها للأغاني السيئة. هذه الأغنية تشعرك بحماس شديد، كما أن هذه العلكة رائعة. حان وقت الفقاعة. يا للهوي، ماذا حدث؟ طارت العلكة ووصلت لشعر إيفا. كيف سأتصرف؟ طيب، ربما أستطيع سحبها بحذر دون أن تلاحظ ذلك. إنها تنظر، تصرفي بعفوية. يا للهول، إنها تحك رأسها، قد تلمس العلكة. الحمد لله، لم تلمسها. فيو، كان ذلك وشيكا. الآن حان وقت محاولة إزالة العلكة من شعرها. لابد أن هناك طريقة أسهل للقيام بذلك. مهلا، قد يكون الحل في هذا الشراب. أضع مكعبة ثلج في شرابي ليبقى باردا. مرحبا يا مكعب الثلج العزيز، ستنقذ شعر صديقتي. سأضع هذا المكعب بحذر على العلكة. ممتاز، أصبحت العلكة باردة بما يكفي لإزالتها دون أن تلتصق. ياه الحمد لله، لقد أزلتها من شعرها دون أن تلاحظ، وعادت إلي علكتي الآن. كلا، لا أريدها، سأتركها هنا الآن. لم تلاحظ إيفا أي شيء، كنت سريعة مثل النينجا. كانت مباراة رائعة. هذا أفضل. لحظة، أحتاج إلى دفتر. ها هو، أحتاج إلى شيء أكتب به. قلم. أجل، كلا، لا يوجد أي قلم من هنا. ماذا سأفعل؟ يا متفوقة، مرحبا. أنا؟ هل يمكنني استعارة قلم منك؟ حسنا، معي أقلام زائدة. هذا عظيم، شكرا. أو لا، انكسر. يا متفوقة، انكسر القلم، أريد قلما آخر. رفقا به. يا للهول، قلمان دفعة واحدة، لن تصدقي ما حدث. خذ.
خذ هذا القلم. آمل ألا تغضب مني. يا متفوقة، هذا آخر أقلامي. حسناً. لحظة، قد يفيدني هذا العصير. سيساعدني هذا الشفاط. فكرة رائعة. سأفكك هذا القلم، ثم سأضع بعض الغراء على طرف أنبوب الحبر هكذا. بعد ذلك سأحضر الشفاط وأدخل أنبوب الحبر فيه حتى أصل إلى الغراء. لن يستعير أي أحد قلماً يبدو كشفاط. واو ما أروعه ما. ألديك قلم؟ كلها شفاطات، آسفة. لا بأس. يا صاح، هل لديك قلم؟ رائع، يمكنني العودة لواجبي الآن. أحلام سعيدة. لا يمكنني النوم مع هذا الضوء. أخ، يا لي من خرقاء. ترى ماذا يوجد أيضاً بالأسفل؟ انظروا ماذا لدينا هنا. لقد نسيتها تماماً. ما هذا؟ باربي، لم أراك منذ سنوات. لا بأس، افتقدتك كثيراً. يا له من شعور رائع. باربي، أشعر أنني قبيحة للغاية. لابد أنني أحلم. يعمل ذلك. يا له من حلم شبه واقعي. لكن باربي المسكينة معها حق. لا تقلقي، سأصلح كل شيء. لقد حان وقت التألق. هيا بنا إلى العمل. لنبدأ بملابسك أولاً. تحبين اللون الأحمر، أليس كذلك؟ سنحرك القلم هكذا من جانب إلى آخر. سيكون فستاناً جميلاً وأنيقاً للغاية. هل تشعرين ببعض التحسن الآن؟ لقد حصلت على زي جديد دون الذهاب للتسوق. الأحلام السعيدة تنتظر. هيا سأخلد للنوم. تصبحين على خير يا صديقتي. فستان جديد، أشكرك. إنني أحاول الوصول إلى الأعلى. ليس خطأي أنني قصيرة جداً لحل هذه المسألة. أحتاج إلى حفظة أقلامي. هي لاي، أكره كوني قصيرة هكذا. ألا يرين أنني أحاول القراءة هنا؟ حسناً، ها يدا. مرحباً يا هازي. أو مرحباً، كيف حالك؟ واو، أنت طويل جداً. مرحباً يا من بالأعلى. حسناً، أنا معجب بك كثيراً. هل سيكون من اللائق تقبيلك؟ هل يمكنك الاسراع قليلاً؟ هيا، أنا هنا في الأسفل. حسناً، أحتاج إلى مكبر صوت. عليك أن تميل إلى الأسفل أكثر لتتمكن من تقبيلي. ربما علي عزف أغنية على قيثارة. لا ينجح أي من هذا. مال اللحظة، توجد أقلام رصاص ملونة هنا. يمكنني جعل هذا ينجح. سأحتاج إلى هذا الخف أيضاً. سأزيل الأربطة. سأحتاج إلى استخدام الغراء الساخن. والآن سألصق قلم رصاص على الغراء وسأكرر الأمر. حسناً، لقد ملأت الجزء السفلي. والآن سأضع واحداً بالأعلى في المنتصف. تدا! والآن حصلت على صندل بكعب عال رائع. سأرتديه ولنرى إن كان سينجح. أجل، والآن علي الاقتراب لأحصل على القبلة التي كنت أنتظرها. مهلاً، لابد أنك تمازحني. لم يمر وقت طويل هكذا. استيقظ. ها؟ ماذا؟ أنا مستيقظ. صحيح، التقبيل. ها أنا ذا. حسناً، أعتقد أنني ما زلت مساعدة لتقبيلك. لدي شراب هنا. يا للأسف، لم تكن هناك سوى بضع قطرات. لا أزال عطشانة. ماذا يوجد في الثلاجة؟ يا سلام، علبة كولا كبيرة. حان وقت فتح هذه القارورة وسماع صفيرها العذب. يا للمصيبة، إنها تنفجر. لا أستطيع إيقاف الكولا. إنها تتناثر في كل مكان. واو، لم يسبق لي الاستحمام بالكولا. المياه الغازية فوارة ومليئة بالفقاعات. أنا مبللة ودبقة. لماذا فعلت هذا بي أيتها الكولا؟ أردت أن أشرب القليل منك فقط. ماذا حدث يا جينيفر؟ لقد انفجرت الكولا وتناثرت في كل مكان ولم تعد غازية. أوه، يجب أن تري وجهك. لا تقلقي، سأقدم لك يد المساعدة. على الأقل سأساعدك مع الكولا التي لم تعد غازية. أعصر القارورة لإخراج كل الهواء منها. بعد الانتهاء من ذلك أعيد الغطاء. الخطوة التالية وضعها في الثلاجة بهذا الشكل. والآن سننتظر قليلا. 1، 2، 3، 4، 5 وانتهى الوقت. سأخرج الكولا الآن.
بعد أن تزيل الغطاء ستلاحظين أنها فوارة كما في السابق. يا للروعة، لا أصدق أن هذه الحيلة نجحت. انظري إلى كل هذه الغازات، حان وقت إرواء عرسي أخيرا. طعمها لذيذ، فوارة ومنعشة. خذي، أنا أمزح معك. يرى الطلاب كثيرا بعد ظهور الهواتف الذكية، والأساتذة هم الضحايا. أجل، حان وقت مصادرة الهواتف. يجب أن أخفي هاتفي. هل تدرسان أنتما الاثنتان؟ أوف، أنا على وشك الفوز. أكره هذه المدرسة. كما لو أني أريد القراءة عن التمثيل الضوئي. إن أردت استخدام هاتفك فيجب عليك إخفاؤه بطريقة ماكرة. الحل أمامي مباشرة. ضع هاتفك بالمقلوب واستخدم الغراء الساخن لعمل خط ممتد للأسفل، ثم ألصق قلم تلوين خشبي. ممتاز، كرر العملية مع عدة أقلام تلوين. تبدو رائعة، صحيح؟ عندما ألتقط صوراً بهاتف الآن لن يشك بي الأستاذ. إنها أقلام تلوين فحسب. يا له من مغفل، هذه الحيلة عبقرية جداً. يبدأ وقت الاختبار الآن. أوه، أعرف كل الإجابات. لا أعرف أي إجابة، سأتظاهر بأني مريض. كلا، حيلة قديمة. كريس، الكلام ممنوع. أوه، آسف يا معلمة. يا ماديسون، ماذا؟ سأعطيك هذه الشوكولاتة مقابل تغشيشي. أنا أعشق السناكرز، اتفقنا. خذ. رائع، سأحصل على درجة كاملة. هذا رائع، هل تبحث عنها؟ نعم، كنت أبحث عنها. بنت، هل تريدين السنيكرز؟ أعطيني الإجابات. لقد غششتك، أنت مزعج. إنها قادمة. حقا؟ مكانها القمامة. هي الفاعلة. هو الفاعل. كلا. نعم. كاذبة. كاذب. طلاب مزعجون، أريد قراءة هذا الكتاب. سأحاول ثانية. بنت، ماذا الآن؟ أتريدين هذا السنيكرز؟ ماذا عن هذا؟ أجل، اتفقنا. كيف سأفعلها؟ أجل، وجدتها. فكرة ذكية. سأفتح الدفتر وأغلف طرف ورقة بالشريط اللاصق. سأكرر ذلك على كل الورقة، ثم سأحضر إسفنجتان وأقصها إلى قطع صغيرة. سأضع إحدى القطع في قلم تحديد وحصلت على مساحة لمسح حبر التحديد. لن يعرف أحد أني أكتب هنا. كريس، هل تريد الإجابات؟ انظر. ماذا تفعلين؟ انتظر، ها هي. عظيم، شكراً، لم أكن سأعرف هذه الإجابة. ما الذي يجري هناك؟ أو لا شيء. أترين؟ يبدو أن يتوهم. كان ذلك وشيكاً. هيا، أعطني الشوكولاتة. سعدت بالعمل معك. أوه، لقد سقط سني اللبني أخيراً. تعالي وخذيه يا جنية الأسنان. لا أطيق الانتظار حتى الصباح. أوه، لن أعتاد على ذلك أبداً. ما هذا؟ مقزز. أوه، لا بأس. يا للهول، لابد أن أصلح ما أفسدته. العصاية السحرية ليست بأفضل حال، مع الأسف. إنها تستيقظ. هل كسرتِ طبقك المفضل؟ استعملي قلم طباعة ثلاثية الأبعاد لإصلاحه. سيستغرق هذا وقتاً، لكن النتيجة تستحق. انتهينا من الحافة، والآن نمدد الخطوط واحداً تلو الآخر بهذه الطريقة. تقريباً في منتصف الطريق يا رفاق. ثم نكرر نفس الخطوة لكن في الاتجاه المعاكس. يجب أن يبدو هكذا.
ألا يبدو جميلاً؟ لن تفتقد الطبق القديم. ها أنت ذا. كنت أنسى، إنه السبب الأساسي لوجودي هنا. أشم رائحة سن طازج مخبأً هنا. وجدته، وسأترك لك مكافأة جميلة. سعدت بالتعامل معك. لا، ليس مجددا. هل تأخرت؟ ستكون هذه الحصة خفيفة وسهلة. أوه، الرياضيات مادتي المفضلة. ماذا؟ لم أعلم أن لدينا اختبار اليوم. لم أدرس للاختبار حتى. هل ستلاحظ المعلمة الكتاب؟ أوه، إنها لا تنظر ناحيتي، ألست محقة؟ ما الذي تفعله جينيفر؟ يا طالبة، يا ويلك لو كان ذلك كتاب الرياضيات. حسناً، لم تنجح هذه الطريقة. ربما يمكنني اختلاس النظر لاختبار كيت. يا لك من ماكرة يا جينيفر. جينيفر، كنت أتمدد فقط يا أستاذة. ماذا سأفعل الآن؟ جينيفر، لقد سئمت من تصرفاتك. لا أستطيع أن أرسب في هذه المادة. مهلاً، خاتمي. لقد كان الحل في يدي طوال الوقت. هل لديك ورق رسم بياني؟ أحضر المقص واقطع عدة مربعات صغيرة منه، ثم دبسها معاً لعمل كتيب، ثم اكتب الإجابات عليها. إنها صغيرة لكنها مقروءة. حالما تكتب كل الإجابات، ألصق الغلاف العلوي بخاتمك. حالما يجف الغراء، يمكنك استخدامه. هو أشعر بقوة الآن. من كان يعلم أن الرياضيات قد تكون سهلة للغاية ولن تلاحظه المعلمة؟ تصرفي بعفوية يا جينيفر. إنني أراقبك يا جينيفر. قد تحتاجين إذن إلى نظارة جديدة. أحتاج إلى شيء سيلفت الأنظار، وأعلم الشيء المناسب لذلك. درجات الألوان التكميلية ستكون الفائزة، لكن ما زال ينقصها شيء. لكن ما هو؟ أوه، هذه الكرة صغيرة للغاية. أوه، هذا الشيء أذهلني. أمي؟ أوه، ليس الآن. حسناً، تبقى لديك الكثير من الطلاء، مما يترك لي مساحة للعب. شكراً. لا أعلم ما علي فعله فحسب. حسناً، سأجرب قليلاً من... أين ذهبت لوحة ألواني؟ ديفيد، هل هذا أنت؟ معذرة، انظري، لقد رسمت هذا. أدعوها مياه البركة. أها، هو أعلم ما علي فعله. هل تريد الطلاء على وجهك؟ جربها يا ديفيد. هاو، مجدداً. هذا ممتع صحيح؟ يمكنك تكرار ذلك. حقاً؟ ماذا إن استخدمت إصبعي أيضاً؟ ها أنا ذا. ها، النقاط الزرقاء آتية يا رفاق. والآن لوني المفضل. أوهو، لقد انتهيت. انظري يا أمي. حسناً، ليس هذا مذهلاً، لكن لنجرب حيلة أخرى. يمكن للتناظر أن يكون جميلاً، ولإثبات صحة ذلك فلقد ابتكرته بنفسك. إنها فراشة جميلة. سيمدها هذا الخط بالحيوية مع المخطط الخارجي للجناحين. الجانب الآخر، ها أنا ذا. تأملوا هذا الجمال الخالص فحسب. وهذه البداية فحسب يا بني. أظن أنكما درستما للامتحان، أعمل ذلك. صعبا، تحدثي عن نفسك يا نينا. ما الذي تحاولين فعله؟ يا لامي بخيلة، أنا اضطرت للاعتماد على نفسي. لا أعرف إجابة أي سؤال. من المتصل؟ إياكم أن تتزحزحوا، مفهوم؟
عظيم، إنه يغادر الصف. حان وقت الغش. لا أصدق أنه تركنا بلا مراقبة. من حسن حظي أني أرتدي تنورة لليوم. يمكن إزالة هذا الحبر بالصابون. هذا يكفي. أتمنى لو أحضرت معي سترة. تنورتي قصيرة جداً. ماذا سأفعل؟ وجدتها. سأستخدم القليل من المكياج، نفس لون جلدي. لكني لا أزال بحاجة لرؤية الإجابات. سأعود لحل الاختبار. حيلة ذكية. وأنا أحبك يا أمي. لا أشك بأي شيء. سأحصل على امتياز بالتأكيد. لا يمكن لأي أحد سواي رؤيتها. ما حاجتي للدراسة بوجود الغش. انتهيت. كان ذلك سريعا يا مينا. يا إلهي، كان الشوط الأخير صعبا وحرارة الصيف صعبة الأمر. أوه، أنا مراقة. لا يريد الحذاء أن ينخلع. ليس لدي طاقة للصراع معه. انخلع. هيا، إنها حالة ميؤوس منها. أظن أن الحذاءين سيلازمانني. هذا الحمام ما أحتاجه بالضبط. جينيفر، هل تريدين شرح ما يحدث؟ ماذا ستفعلين؟ هذا سخيف يا جينيفر. مهلاً، لماذا لا تستخدمين مشبك شعري؟ تنجح هذه الحيلة في فك العقد دائماً. أحضر مشبك شعر وأدخله في العقدة المشدودة. ضع مشبك شعر ثاناً في الاتجاه المعاكس، ثم أمسك كليهما واسحبهما. أترى؟ تعمل هذه الحيلة كالسحر. أنت تعلمين أنه يمكنك خلع حذائك الآن.